الأكاديمية العربية عليكم شوية. للعلوم والتكنولوجيا في قناة دراسات التقنية والمهنية مجمع خدمة الصناعة في قسم ميكانيكا ميكانيكا باور، بس أنا اتخصصت في ميكانيكا السيارات عشان أنا حابة الشغل أشتغل في السيارات يعني، وبنزل تريننج في مرسيدس بي ام ونيسان، واشتغلت في كل العربيات دي. بدأت أول حاجة خالص بدأتها مرسيدس، ودخلت مسابقة المهارات المنتدى الرابع، وقدمت في مسابقة المهارات المنتدى التالت. ايش معنى التخصص ده؟ أنا كنت حابة إن أنا أسماء تيب مع دراسات تقنية ومالية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. قولي لي ايش معنى التخصص الميكانيكا سيارات؟ هو أنا ما كانش عندي رغبة في إن أنا أدخل ميكانيكا سيارات أو أي حاجة من دي، بس أنا كنت عايزة أتعلم حاجة جديدة ومحدش عملها قبل كده. انتي الوحيدة، انتي واختك في الدفعة بنات؟ في بنات تانية بس ما حدش فيهم يعني دخل ميكانيكا السيارات غير ان احنا اتنين في الدفعة بتاعتنا. الطلبة مستغربين شوية، أو أعضاء هيئة التدريس، أنكم بنات ولا بيشجعوك؟ لا هما بيشجعونا كلهم ان احنا ننزل تدريب وندخل مسابقة ونعمل حاجة جديدة ونتعلم حاجة جديدة. في مسابقات دخلتوها؟ دخلنا مسابقة مصر للشباب المهارات، والشهادات اللي خدتوها ايه؟ اخدنا شهادات مركز سابع ومركز تاني في المسابقة، وخدتوا شهادات تقدير من الأماكن اللي اتدربتوا فيها؟ بي ام ومرسيدس وبي ام كوليكشن وشهادات المسابقة. إيه، انتوا ناويين تعملوا ايه بعد كده؟ ان شاء الله هنفتح مركز خدمة يكون خاص بينا يعني لصيانة السيارات. أنواع معينة ولا انتوا أي تخصص؟ احنا كنا عايزين يعني كنا بنتكلم في مشروع في الأكاديمية ان هو يبقى لجميع انواع العربيات، ويبقى بنسبة اقل من بره يعني.